لما قلنا بكرة أحلى لا ما كانش كلام أغاني، وما جي بكرة فرحنا ولسه جاية الفرحة تاني، وإحنا نقدر علي أكتر مش كلام، أصله طول عمره اللي صدق حلمه مهما الناس قالوله، واللي بيعرف يحقق ويعيش جنبه الناس يقوله، شكله يقدر عنده أكتر من الكلام. ضحكتنا دي يستاهلها، أيوة ما إحنا تعبنا فيها، ماسكين فيها وليه نسيبها، موتنا خلاص عليها، لسه أكتر ما إحنا نقدر مش كلام. لو لفيت الدنيا هنا أحلى كتير، والعيون دي لما تلمع بالجمال اللي مالينا، ده مكاننا وده زماننا ووقتنا، طول ما فينا الروح هنفرح ونعيش أحلى ما في الحياة دي، طول ما فينا خيال هنسرح ونعدي نجوم الليالي، طول ما نقدر نعمل أكتر من كده. ضحكتنا دي نستاهلها، أيوة ما احنا تعبنا فيها، ماسكين فيها وليه نسيبها، حيث يعني وجود الرائدات العظيمات اللي وقعوا على الكتاب والموسوعة، واستمعنا لكلمات عظيمة منهم ومداخلات رائعة، وكان حوار جامد جدا صراحة وقوي جدا، واستمعنا إلى أوراق أيضا من معالي الدكتور محمد الخواجة ومعالي الدكتورة أسماء دسوقي عن الذكاء الاصطناعي ومستحضر التجميل والذكاء الاصطناعي وتزييف الأخبار، والحقيقة احنا خدنا طاقة جامدة جدا جدا تكفينا لفترة طويلة الحقيقة. وطبعا الناس اللي تجشمت عن السفر وجد دي الناس لها كل التحية وكل التقدير، بحييكم جميعا كل باسمه. النهاردة عندنا كعادتنا منذ أول جزء يعني لازم بيبقى فيه جرعة ثقافية، ثم بعد ذلك جرعة تعارف، ثم جرعة فنية أغاني من الأوبرا وغيرها على الأوز. معي متحدثتان يعني معالي الدكتورة أسماء شاوش من الجزائر، أستاذ بكلية الإعلام جامعة الجزائر، مديرة مكتب شبكة إعلام المرأة العربية لسنوات طويلة في الجزائر، إنسانة خلوقة، إنسانة تتمتع بقدر كبير من الرقي والاحترام، والله وفعلا تمثل صورة حضارية لشعب الجزائر الحبيب، بلد المليون ونصف مليون شهيد. دكتورة أسماء امبارح كانت على يميني والدكتورة ميادة كان على يساري، فكنت خلاص يعني كده ومعايا طاقة غير عادية، وخير معاونين وخير مستشارين يعني في جميع التأكيد اللي بدير ندوة بيسأل بيتشاور، يعني الحقيقة كان لهم أراء دايما حلوة جدا. ومعنا طبعا العزيزة دكتورة ابتسام بن عامر، منسق عام الشبكة في ليبيا ومستشار المكتب التنفيذي، واللي بصراحة بتبذل مجهود كبير جدا، محبة لبلدها وشخصية بصراحة مش موجودة الحقيقة، عندها إخلاص غير عادي، وتابع الرائدات اللي شغلهم ناقص والرائدات اللي مش عارفة إيه، وحديك عارفة يعني أحيانا المرأة تؤجل بعض الحاجات عشان حاجات أخرى، أو أحيانا في حاجات مودية يعني واحدة فجأة تقول خليني في الجزء الجاي، لا أصلا ماليش مزاج، يعني برضو بنتعامل مع الحاجات دي
ودكتوره بصراحه بتعمل بلسم يعني مع الناس بصراحه، وحققت صد كبير في ليبيا يعني، وليبيا من اكثر البلاد اللي لنا فيها خير. فنبدا مع معالي الدكتوره اسماء شاوش، كتاب تحت الطبع هتحدثنا عنه، ومعك 10 دقائق يا دكتور، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أود أشكر شبكة إعلام المرأة العربية على الدعوة هذه الفعالية المثمرة بقيادة معالي المستشار دكتور معتز صلاح الدين. أبارك مرة ثانية لسيدات الرائدات في الموسوعة السادسة للنساء العربيات. طبعا مداخلتي راح تكون حول مطبوعة او كتاب عن صوتي. اوكي، مداخلتي ستكون حول كتاب جماعي سينشر باسم مخبر الاستخدامات والتلقي للمنتجات الثقافية والإعلامية التابع لكلية علوم الإعلام والاتصال جامعة الجزائر. ورقة البحثية بعنوان الإعلام إعلام الأزمات، وخاصة المقصود بإعلام الأزمات من المقصود به دور الإعلام في إدارة الأزمات أو المعالجة الإعلامية للأزمات، وخاصة الأزمات أو ما يسمى بالنزاع المسلح. وبالضبط أخذنا نموذج اللي يحمل الإعلام الإلكتروني الجزائري، وهذا النموذج لعدة أسباب، من بينه أنه الإعلام الإلكتروني نظرا لأهميته وخطورته وانتشاره السريع والذي قد يساهم في تغيير مسارات الحروب وحتى مسارات النزاعات المسلحة على الأرض، فأصبح الإعلام الإلكتروني جيش إلكتروني لا تقل أهميته عن الجيش العسكري. كذلك اهتمامي بهذا الموضوع أن الدولة الجزائرية في نهاية 2023 في قانون الإعلام العضوي تم إدراج نصوص، والمشرع الجزائري أعطى حرية أكثر وصلاحيات أكثر وتسهيلات أكثر للإعلام الإلكتروني مثل الإعلام المطبوع والوسائل السمعية البصرية كالإذاعة والتلفزيون. فالنموذج الأدق في الإعلام الإلكتروني الجزائري هو مؤسسة إعلامية صحافية اسمها دزاير تيوب، وقد قامت بتغطية مجريات أحداث طوفان الأقصى والهجوم الإسرائيلي السافر على قطاع غزة عبر مواقعها، وذلك بتخصيص حيز كبير عبر موقعها الإلكتروني الإخباري الناطق بالثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تويتر وتليجرام. اعتمدت المؤسسة في معالجتها الإعلامية، مؤسسة عامة ولا خاصة؟ لا، هي مؤسسة خاصة. خاصة. اعتمدت المؤسسة الإعلامية في معالجتها للحدث بإجراء حوارات واتصالات هاتفية مع محللين سياسيين وعسكريين دوليين وجزائريين، أيضا لتحليل مجريات الأوضاع في قطاع غزة ونقل الأخبار فور وقوعها فيما تتعلق بالهجمات على الأبرياء العزل في القطاع ومجمل المناطق التي تعرضت للعدوان، بالإضافة إلى التعاون مع مسؤولين فلسطينيين مقيمين داخل الجزائر وحتى خارج الجزائر على غرار إسماعيل هنية، بالإضافة إلى أساتذة جامعيين وإعلاميين من داخل القطاع. كما قامت المؤسسة بنقل الأحداث من قلب الحدث عبر منصات دولية إخبارية أخرى موثوق فيها والتي كانت في قلب القطاع للكشف عن كل الأرقام والمعطيات التي تكشف حجم الدمار الهائل في البنى التحتية والخسائر البشرية. كما قامت المؤسسة بنقل الهجمات البطولية لعناصر المقاومة الفلسطينية بمختلف مسمياتها ضد العدوان الصهيوني تنويراً للرأي العام الدولي بصفة عامة. واهتمت المؤسسة كذلك ليس فقط بتنوير الرأي العام الجزائري وحتى الجالية الجزائرية في الخارج، لأنه كانت تتحدث بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية، نفس المواضيع بثلاث لغات، فكانت تهدف أكثر لتنوير الرأي العام للجالية الجزائرية في الخارج.
إضافة إلى ذلك نقل كل تصريحات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمسؤولين حول القضية الفلسطينية بصفة عامة وحتى طوفان الأقصى بصفة خاصة. وذلك لوضع المشاهد العربي والجزائري وحتى الجالية الجزائرية. طبعا الحكومة الجزائرية هي تعتبر القضية الفلسطينية هي أم القضايا، ولم يكتمل استقلال الجزائر ولم يكتمل في 1962 إلا بعد تحرير فلسطين. يعني احنا في الجزائر ربطنا استقلالنا وتحرير الجزائر بتحرير فلسطين. طبعا المؤسسة الإعلامية سياستها الإعلامية وخطها الإعلامي يحدو حدو الدولة الجزائرية فلا يخرج عن هذا النطاق، إذ اعتمدت على 800 منشور مدعم بالإنفوغرافيا و300 مقال باللغة العربية و200 باللغة الإنجليزية والفرنسية. كما تعرضت المؤسسة إلى الهجمات السيبرانية والاختراقات الإلكترونية خلال فترة معالجتها الإعلامية لهذه الأزمة، وتم التعامل معها بتجنيد مختصين في التكنولوجيات الحديثة وفي الإعلام لمحاربة هذه الاختراقات للمواقع والسلطة. صحيح. بس يا دكتورة، وطبعا احنا بنعرض كتاب عن الإعلام الإلكتروني تحت الطابعة للدكتورة أسماء شاوش مديرة مكتبنا في الجزائر وأستاذ بكلية الإعلام جامعة الجزائر، وبعدين بعد كده الدكتورة بسام بنعمل. فهي في العرض الأول، باقي لها خمس دقائق ونصف. وحسب موقع سيميلر ويب العالمي، مؤسسة جزائر تيوب كوزيرة إعلامية إلكترونية تعد الأولى وطنيا في الجزائر، أي بلغت عدد زيارات 2,681,000 في الفترة ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر فبراير إلى أبريل. وبخصوص عدد الزيارات اليومية بلغت 366,000 من داخل وخارج الجزائر؟ نعم. وفيما يتعلق بقناة جزائر تيوب فإنها حققت قلت عدد كبير من المشاهدات لبرامجها الإخبارية وعلى صفحات المواقع التواصل الاجتماعي، ويفوق حاليا عدد مشتركيها على صفحة 7 ملايين معجب. كما تتوفر جزائر تيوب على استوديو تفاعلي يستضيف مختلف الشخصيات التي ساهمت. السؤال طيب، الصحف الجزائرية الشهيرة زي الشروق وغيرها بياخدوا منها والوسط بياخدوا منها كأنها زي وكالة أنباء. تمام. إشارة فقط أن مؤسسة جزائر تيوب صحيح هي تعتبر مؤسسة صغيرة، طاقمها لا يفوق 60 بين صحفي وتقني، إلا أنه إنجازاتها في الجزائر كانت قوية واستفادت منها عدة مؤسسات إعلامية داخلها. حققت نتائج باهرة ومنجزة، من أهمها أنه أخذت جائزة رئيس الجمهورية لعام 2022 للصحفي المحترف وجائزة الهلال التلفزيوني لهذه السنة. عموما اعتمدت المؤسسة على التغطية ونقل الأحداث عبر المنصات والبرامج واللقاءات والاتصالات والضيوف، واعتبرت إعلامها هو إعلام وجيش إلكتروني يدافع إلى جانب الجيوش العسكرية، بل يفيد كذلك في تغيير المسارات كما سبق وقلت مسارات المعارك. فهذا هو ملخص الكتاب. شكرا جزيلا للدكتور على التزامك بالوقت، وان شاء الله الأسئلة هتبقى في الاخر عندك ساعه في فقره ثانيه. والفقره الثالثه مع الدكتور، نرحب بالاستشاري العلاج الطبيعي الدكتور احمد انس، نحييه جميعا. الدكتوره البارحه الدكتوره ربعة بزرعه من اليمن الحبيب، مصريه يمنيه، وطبعا هم ضيوف دائمون يعني عندنا. يمكن الاستاذه مريومه شافتهم قبل كده، والدكتوره مياده والدكتوره ابتسام، بيقولوا لنا الحقيقه هم اصدقاء يعني بيستفيدوا منهم، مجهزين لكم وضعات قويه المره دي.
الآن مع الدكتورة ابتسام بن عامر مناصة عام الشبكة في ليبيا ومستشارة المكتب التنفيذي والكاتبة بقى المتميزة وصاحبة شركة الرائد للسياحة برضو رائد يعني ريادة أهو. اتفضلي يا دكتورة. شكرا لك دكتورة. دكتورة ابتسام أهلا بكم الحضور. طبعا هني في كل جلسة ثقافية زي هذه يعني يكون حاضر في إيدي إصدار لي يعني من الكتب بتاعي. والمرة اللي فاتت كان في زرار الحياة تقريبا، والمرة اللي قبلها كان في بؤرة مضيئة. وفي عندي طبعا أنا كل إصداراتي هنا في مصر، في عندي نبض المبدعين العرب 22 جزء، وكل جزء يضم مجموعة من العرب يعني أردنيين وعراقيين، ومجموعة مسؤولة عن شخص يعني هنا دكتور أيمن، معلش كان معاه. أيوة طبعا دكتور أيمن خليل. فهو يعني مجمع المجموعة هدية على أساس أن كل شخص له جزء معين. طبعا أنا هو 22 جزء، لكن اشتراك ما كانش في كل جزء. المرة اللي فاتت كان في جزئين، والمرة هذه في 3 أجزاء. طبعا الأجزاء اللي أنا شاركت فيها كلها أجزاء يعني تحكي على الوضع اللي صار في الحروب والأزمات والأشياء النفسية اللي صارت في الناس، وبالنسبة لنا إحنا صارت هالظروف أكثر يعني من غيرنا. موضوع درنا موضوع يعني خلفنا يعني بصراحة أزمات نفسية لبعض الناس. لكن في جزء من الأجزاء يعني الجزء 22 أنا كنت كاتبة فيه بالنسبة للشبكة، كاتبة فيه وثيقة شبكة أعلام المرأة العربية. اسمحوا لي يعني أقدم المقدمة هذه بالنسبة للشبكة. تتضمن هذه الوظيفة هذه الوثيقة أهداف شبكة الأعمال أعلام المرأة العربية ومؤسسات وآليات عمل الشبكة ومعايير اختبار لجان الشبكة وأحكام ختامية. أهداف الشبكة، أهداف الشبكة مجموعة من خبراء الأعلام والمهتمين بشؤون المرأة العربية ودورها في المرحلة الحالية في البناء والتنمية في الدول العربية. تؤمن بأهمية دور الأعلام في إلقاء الضوء على التجارب الناجحة للمرأة العربية في مجالات التنمية عامة وفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة، وفي النجاحات اللي تقدمها المرأة في مجال العمل الاجتماعي في ظل عدم وجود اهتمام إعلامي كافي بها، لأن المرأة يعني محرومة. لا في وثيقة التأسيس بتاعتنا اللي من 10 سنين. إيه لأن المرأة محرومة يعني من التعريف في الميديا، خصوصا في التعتيم يعني اللي صاير توه. وجود اهتمام كافي بهذه النجاحات وبهذا الدور للمرأة. كذلك مساندة المرأة العربية إعلاميا وقانونيا ومعنويا وبكافة الصبر المشروعة، كما أننا منصة إعلامية دائما للمرأة في الوطن العربي أو في المهجر. من هذا المنطلق بتلك الرؤى والأهداف قام الكاتب الصحفي المستشار الإعلام الدكتور معتز صلاح الدين بتأسيس شبكة إعلام المرأة العربية بتاريخ 15 مارس 2015، وهي شبكة توعية تتولى تسليط الضوء على التجارب والنماذج الناجحة للمرأة العربية بشكل عام بشكل تطوعي في وسائل الإعلام العربية، والقيام بحملات إعلامية مجانية حول نجاحات المرأة العربية، وذلك إيمانا بدور الإعلام في إبراز طاقات المرأة العربية ونجاحها على الصعيد المحلي والإقليمي العربي والعالمي. كما تعتبر الشبكة عونا وسندا للمرأة العربية، وهذا طبعا فيه جزء فضل كبير من الأستاذ معتز دكتور معتز بصراحة، لأن لولا دكتور معتز ما كناش حتى تجمعنا في التجمع هذا. نعتبر نفسنا جامعة عربية مسلمة يعني بالنسبة لي بس على الأرض وفعالة فعلا. بالنسبة احنا تولي الدكتور أيمن هو جمعنا احنا نفس الشيء كوكبة، وكنا نكتب بنفس القلم وفي نفس الأجزاء. وبالنسبة للدكتور معتز وأنا هذا بصراحه يعني انا نحس في انه جميل من مصر علينا يعني احنا بالذات الليبيه فعلا. لا مصر والله بصراحه ام الدنيا ام الثقافه بصراحه يعني، لان احنا حتى لما درسنا قبل في المدارس كنا مدرسين كلهم مصريين، كان المدرس درسنا المدرس المصري الاعدادي والدول العربيه، وهذا الكم اللي كان بالذات احنا وما زالت روح العروبه احنا في ليبيا يعني احنا كل استاذ مباركة احنا تعلمنا عليه المصريين يعني هو اللي طلع الكوكب هذا هم المصريين الحمد لله يعني ان شاء الله يكون في لنا بلد واحد شبكه الاستعمار هو اللي بس اتفرج ايوه. هي شبكه الاعلام هي شبكه تطوعيه لابراز نجاح المراه في كافه المجالات. مظله الشبكه مسجله من اداره الاعلام في الامم المتحده ولها علاقات مع جامعه الدول العربيه عن طريق مؤسس الشبكه الدكتور معتز. فاهدافنا احنا في يعني احنا بالنسبه لنا لما نطلع من الشبكه يعني هو المفروض احنا لما وراء كل جزء من الشبكه واللي خصوصا احنا اللي حضورنا يعني شبه دائم يعني
لازم يكون في عندنا اهداف ان احنا ننقل الاهداف هذه، يعني احنا اللي خديناه من الشبكه نكون احنا ننقلوا لرسائل. يعني حتى نتمنى، عندي اقتراح يعني من غير المواضيع هذه الكتاب، عندي اقتراح شنو هو، ان احنا كل واحد ياسس يعني شبكه صغيره عندنا، يعني كلها ترجع للمصدر الاصلي، بس احنا نكونوا امتداد لشبكه اعلام العربيه، نكونوا امتداد. كيف يعني؟ انا نستقطب، مع أن معناها ممكن نخطئ، يعني ما نستقطبش مرات الناس الصح، لكن نستقطب اللي نحسهم أن هم مهتمين في المجال هذا. نفس الشيء أنت، نفس الشيء مثلاً اللي تحس في روحها أنها هي مجموعة صغيرة بتكمل بعضها بالشكل هذا، هي تكبر الشبكة ويكون في عطاء أكثر ويكون في تعاون أكثر وتكون في استفادة. أما إحنا نروح مثلاً، أنا قلت كذا، أنت قلت على كتابي، نروح كل واحد خلاص انتهى. بنحاول نتغلب على المشكلة دي، يعني يكون في امتداد. يعني نحن عاملين جروب، الجروب ده مش عشان انزل لكم الصور والفيديوهات، لا، ممتاز. وحضرتك في جروب معانا بقالك سنتين، عارفه يعني في نشاط دائم. لا انا والله شوف، انا حتى ما نستاهل، حتى من غير ما يقولوا، واحده عملت نشاط وبروح وضعه ونشره. حتى لا معلش، في حتى ملاحظه ثانيه، مرات يكون هو تعب الدكتور، يعني لما ينزل حاجه خصوصا مثلا في الفيس، انا نشر في النقطه الالكترونيه عليها تعليق ولا اثنين، لا يحضرت توا مثلا اليوم وشفت شن كاتب الدكتور، يعني انا هذه زي الامانه انا بالنسبه لي، اني لازم نكتب. مثلا الاستاذه مباركه مثلا قالت كلمه انا عجبتني فيها حاجه، لازم انا نعقب عليها. حضرتك ونشرتها كامله، يعني احنا اتحاد صغير، يعني احنا مستعدين احنا كبروا الاتحاد هذا ونصغروا. احنا هي هديه كلمتي للشبكه ان احنا يكون لنا امتداد. هي عفوا دكتوره، هذا ممكن ينطلق من دور الاتحاد النسائي، في كل دوله فيه اتحاد نسائي، فممكن يتم يعني دعوه ولا دابله من هذه اداره الاتحاد النسائي وتعريفهم بدور. صحيح، يعني أستاذة أمنة من المؤسسين قالت لنا عن طريق اتحاد نساء اليمن قبل. تشكل لجنة دائمة في الاتحاد النسائي بعيداً عن السياسة وبعيداً عن أي اتجاه. سياسة تفشل. لا لا اتجاهات. ولمناقشة قضايا المرأة الثقافية وما وصلت إليه المرأة، ما هي الأشياء اللي، وبعدين لو نجحت هذه اللجان الدائمة ممكن تتحول إلى فروع لشبكة. أنا جات لي يعني إحدى الرائدات من ليبيا وقالت لي هو مين أكتر دولة دخلت؟ كان في الجزر الخامس تقريبا، قلت لها أكتر دولة ليبيا. اليمن. اليمن تاني واحدة. فقالت لي ممكن أسماء، إديتها يعني وثيقة رسمية من الشبكة مختومة وموقعة مني بأسماء جميع الرائدات من الجزر الأول للجزر الخامس. هما كانوا بصدد يعني هيعملوا حاجه برضه، فانا ما بمنعش يعني، بالعكس دي الحاجات تساعدنا. بس عاوز اقول لك ان احنا بنعمل حاجات كتير حتى بره اهدافنا. يعني لان لما تبدا تحت مظله الاتحاد النسائي فتبدا فيها مرونه وفيها فلسفة ومش مسيسه، وبعدين يعني يكون في تواصل مع الشبكه. وحتى لو استاذه معلش، حتى لو ما يكونش معنا الاتحاد النسائي، اي مظله ان تغطيه، باش ما يكونش يعني بعدين يفسروا الناس اتجاهات ثانيه، ولا يعني مظله تغطيه هي الاتحاد النسائي اقرب شيء لها. يا استاذه لكن بالنسبه للنسائي العربي طبعا كل الدول العربيه وخاصه الاتحاد الضوئية في الاتحاد النسائي العربي، ما فيهم ليبيا فتحية تخبخي. نحن يعني وانت قديمة يا أستاذة أمنة، أنا عضوة في الاتحاد النسائي العربي بقالك سنوات طويلة. أنا تكلمت في لما رحت تونس ولما جينا ليبيا، وأنا طرحت يعني صورة واضحة عن الشبكة. أستاذة أمنة من القيادات التاريخية، شبكة محو الأمية وتعليم الكبار. هذولا عملنا بروتوكول توعوي. انت عرفتي بشبكة. هي الأمينة العامة المساعد ثلاث دورات، واخر دورة قالت لي خليناها بقى كبيرة المستشارين، قالت لي خلاص بقى عد الشبكة. لا احنا نبغى يكون ديما في امتداد للشبكة، بس انه يصور ويروح وخلاص ونتعلم. ونحن كمان لما عملنا فعالية في اليمن برضه جبنا شعار، ايوه الحكومة ناحية والشبكة. يعني عاوز اقول لكم احنا يعني بيجينا ناس كتير
ايضا كمان كالان نحن كعروات شبكه عربيه صحيح الاعلام المرئي يكون في بيننا ايضا مش الذي ك في نسبه في بيننا اتصال وتواصل هي هذا اللي قلت لك يعني الجروب ده عاوزين الناس كل جروب يبقى فيه تفاعل احنا بنعمل مثلا ندوات زوم شهريه والله كتبت كل الجروبات كل اللي جالي سته كان عدم الاهتمام بالجروبات كل جالي سته واللي ينزل واللي ينزل مع الاستاذه فتحيه البخت في انسانه مرنة شرفنا شرفنا التعاون معاهم ممكن هي مع ليبيا لو حد لو والجزائر طبعا عاوز اقول لكم يعني بدون دعايه مننا اللي جابنا للموسوعه 1665 واحده خدنا منهم 206 وفي ناس مؤجله يعني عاوز اعداد ضخمه يعني عاوز اقول لك واحده خدناها من كندا فبتكلمني بقى بين القاهره وكندا 9 ساعات هم بنات 9 بتكلمها متاخر يعني فبتعيط وتبكي ازاي انا دخلت انا اروح اعمل محاضره في البرلمان الكندي ان انا دخلت الشبكه ديت وبعت لي جواب وهي من اصول عراقيه وعملت وبعتت لي الفيديو مبسوطه جدا فاحنا الحمد لله صوتنا وصل المهجر وكلنا بنكمل بعض احنا هدفنا ان نكون على الارض اقوياء يعني لا هو اي واحده تبي تسال الدكتور حتى لما اني مثلا مثل واحده انا على اساس بتخش الشبكه تقول لي بعدين عرفتي يعني شنو اهداف بعدين بعد السابع بعد كان يواجهني السؤال هذا بعد السابع بعد السابع بعد 12 يعني انت اعتبري حتى كانها سلسله كتب والله يعني برنامج هذا مستمر ما فيش واحنا نجحنا ان نطلع 7 اجزاء مهما كان العدد واحنا عندنا مشكله بس شويه مع النساء يعني احنا كنا مأجلين 48 واحده من الجزء السادس بعدين كل ما تقولي واحده انت في الثامن تنسحب فهذا الاستاذه مريومه طيبه قالت لي ماشي قالت لي يعني هي وثلاثه اربعه كده كنت السنه فاتت معلش اصل احنا نشاطنا مش بس منحصر في الموسوعه في المبادرات يعني الموسوعه مش هي الهدف جزء من شغلنا في انشطه كتير وقبل ما نبتدي الموسوعه مسابقة القبضة اتكلم عنها ملكة البحرين كتير وعندنا مبادرات اخر مبادرة اللي هي مواجهة التنمر والعنصرية والابتزاز هي هذه اللي نزلتها حقق السار والطلاق عملنا لا احنا موجودين على الارض لو الموسوعة توقفت لا في افكار تانية وموجودين على الارض كل مبادرة ليها مقرر زي الدكتورة اسماء مثلا في استاذة سلمى دانيال زي معانا طبعا ناس ناشط كل دول معانا في الشبكة الأهداف ونزل فيها نحاول ننزل فيها المذيعة الليبية الشهيرة برضو اللي عايشة في أمريكا عايدة عايدة سالم الكبتي دخلت معانا برضو يا دخلت أنا وياها معايا لا حضرتك ادتينا زخم جامد المرة دي يا أستاذة مبارك حضرتك في مقامة يعني كتبت لك تعليقات في كله نعم لا علينا موقع على اليوتيوب على اليوتيوب وعلى الفيس وعلى تويتر كله طيب حد عاوز يوجه اسئله للدكتوره اسماء شاوش اسئله لا هي بتتكلم عن الاعلام الالكتروني وتجربه في الاعلام الالكتروني في الجزائر خاصه هذا كتاب انت بتصدريه ولا هي استاذه في كليه الاعلام جامعه الجزائر في اي تعليق تفضلي يا دكتور انا عاوزه اشكر الاستاذه اسماء على التجربه الرائعه وعلى توثيق هذا صحيح. العمل الكبير وانه جميل جدا انه في قناه يوتيوب خصصت كل نشاطها لنقل معاناه الفلسطينيين ونقل الثوره الحاصله ونقل المقاومه احداث المقاومه وتفاصيلها حتى يدرك العالم الاحداث بصدق وبمصداقيه لانه ممكن بعض الاعلام غير صحيح. صادق أنا في إسرائيل اتهزمت إعلاميًا على فكرة انكشفت أمام العالم كله يعني فده نجاح الإعلام نجاح الإعلام البديل كمان وليس التقليدي التقليدي يعني مش قوي البديل قوي جدا والفيديوهات والحاجات دي بقت مؤثرة هي كانت أقوى لأنها دكتور كانت بتتنقل من الشعب دكتورة أسماء دكتورة اتفضلي هي كانت أقوى ليه لأن هما كانوا بينقلوها من هناك كان بينقلها الطفل الموبايل وكان بينقلها المراسل يعني غير المراسل كان بينقلها الشاب يعني الشعب كله بينقل فزي ما بنقول كده إن الإعلام البديل لا انا جاخه كده احنا بنسميها فكره اللي هو ايه مذيع الشارع اللي هو ماسك صحافه الموبايل ماسك الموبايل في ايده خلاص هو بقى مذيع فبينقل
وكل وفي حاجات جت لنا عن صدق، هي دي اللي كشفت. احنا في بعض من الاعلام للدول العربيه موجه ان هو ما ينقلش الحقيقه كامله حسب توجهاته السياسيه لكل دوله، غير عدم النقد وتضليل الاعلامي بس انا كنت عايزه اسال حضرتك يا دكتور، هم كان مصدر المحتوى اللي بيزوروه بيجيبوه ازاي بالنسبه اوكي في مصدر من عن طريق الشخصيات الفلسطينيه اللي عايشه داخل الجزائر بينهم مكتب حماس وغيره، وفي شخصيات اللي عايشه في فلسطين تواصل عبر الانترنت، واحيانا شخصيات فلسطينيه عايشه في بلاد المهجر او في دول اوروبيه بيتم استضافتها في استوديوهات القناه، بالاضافه الى الاعتماد على خبراء امنيين، خبراء عسكريين في السياسه، في العلاقات الدوليه. وفي منصات دوليه موثوق منها موجوده في داخل فلسطين بيعتمدوا على شراء الماده الاعلاميه والمحتوى المضمون عليها، وبيعتمدوا كذلك على تصريحات مسؤولين الدوله الجزائريه، لانه كذلك مسؤول جزائري يعتبر مصدر للخبر يعني رئيس جمهورية او مصدر. شكرا يا دكتوره. يا دكتور حد يسال دكتوره بسام بن عامر في حاجه؟ طيب ننتقل لفقرة العلاج الطبيعي. معنا الاستشاري العلاج الطبيعي دكتور احمد هنس، والاستاذه الدكتوره رابعه زرعه، هي مصريه يمنيه مصريه. اتفضل يا دكتور احمد، وبعدين الدكتوره رابعه، وبعدين هيوجهوا لكم اسئله. اهلا وسهلا بيكم. علي صوتك بس، يا رب دايما نكون كلنا بخير كده. طبعا كل مره بتشرف بوجود هو رئيس الجهاز الطبي في نادي طلع الجيش. اتفضل. بنشرف برضه طبعا كل مره بوجودنا وسط القامات في حضراتكم كده، وبنحاول لحد ما يعني نديكم شويه معلومات صغيره كده بنستفيد منها. اتكلمنا قبل كده عن خشونه الركبه صح؟ خشونه الركبه ووجع الظهر. هل بقى الحاجات اللي احنا بنقولها نفذتوها ولا تعبانين اكتر؟ ما هذا اللي بنحكي عليه انت ده الموضوع، هذا موضوعي يعني. نحاول اي معلومات احنا بنديها لكم دي ازاي توعيه بنطبقها على نفسنا وطبعا لاولادنا، عشان خاطر المشاكل بدل تيجي من الصغر خالص نحاول ايه نقلل حدوثها. هي كده هتحصل بس بنقلل ايه حدوثها. هنتكلم النهارده عن حاجه صغيره كده، وجع العضلات بقى بشكل عام في الجسم. طبعا احنا دلوقتي داخلين على فصل الشتاء، فالاغلب ينسى يشرب ميه تمام. في الصيف احنا بنشرب ميه كتير عشان الواحد بيفقد ميه سواء في العرق او في البول، لكن في الشتاء بيحصل ايه الحاجات دي بتبقى قليله، لان انا ما فقدتش عرق كتير فبهمل الميه، فبالتالي عنصر الصوديوم اللي موجود في الميه اساسي ده المسؤول عن انقباض وانبساط العضلات، ده بيقلل نتيجه شرب الميه بصوره قليله. فطبعا يبدا يحصل تشنجات، وبالذات يجي الناس وهم نايمين. ناس كتير في العاده تيجي تشتكي لنا ان انا مثلا يا دكتور وانا نايم بحس بتشنجات في رجلي، فتبدا مثلا في مش شوف الضغط على العضله، لا تبدا تساله على الميه مثلا، لا اقول لك مش بشرب ميه كتير. هو المفروض الشخص الطبيعي بيشرب من 3 ل 4 لتر ميه في اليوم، بالاضافه طبعا ناخد حاجات فيها بوتاسيوم زي الموز. الحاجات دي احنا ما يبدا ناثر فيها بيبدا يتشنجات العضليه. اما بنهمل الموضوع ده بيبدا الموضوع بدل تشنجات يبدا يحصل تغير في ميكانيكيه الجسم، بدل ما الحركه العضله تقل تاثر على العضله بس، لا يبدا ياثر على نفسه، ابدا اقوم يبدا ياثر على ظهري، يبدا الموضوع يطلع ايه من تحت كده ليه لفوق. فاللي انا عايزه المره دي بس ان احنا نهتم بشرب الميه عشان خاطر نقلل التشنجات العضليه دي. وفي حاجه ثانيه بقى نتكلم على صحه الميه، دكتور رابعه اتكلمت. انا بس عايز يعني اشكر دكتور معتز طبعا، هو في حاجه عاملها معانا في المركز يعني، هو قال ما تقولش الكلام ده، بس انا برضه بصراحه لازم اديله يعني حقه. يعني هو عامل عندنا في المركز خصم 50% لاي حد بيجي من طرف، هو مثلا كان بيجيب ناس فلسطينيين وليبيا واليمن بصراحه، فهو عامل تعاقد مع المركز ان هو اي حد يجي كده وهو بيشيل الجزء دوت يعني بصراحه، فبشكره طبعا يعني. شكرا ليك. هنتكلم بقى دور العلاج الطبيعي كده مع صحه المراه والدكتوره رابعه. نساله طيب الاول ولا رابعه بزرعه بعد الدكتوره رابعه ما تخلص. اوكي بكل مره نتكلم عن الخشونه ووجع الظهر والرقبه، المره دي بنتكلم عن دور العلاج الطبيعي في صحه المراه. في ناس كتير ما عندهمش الوعي انه العلاج الطبيعي في له قسم لصحه المراه مهتم بصحه المراه قبل الولاده وبعد الولاده واثناء الحمل، اللي ممكن تعمل مشاكل كبير اثناء الولاده. وزن البيبي يعطي وزن زياده لقدام، فالظهر يحصل له ميكانيكس يعني الميكانيكس حق الظهر ياخذ شكل ثاني، فممكن تحصل مشاكل كثير، تزود مشاكل على الفقرات ووجع الظهر بعد الولادة. فاحنا عندنا بروتوكول معين قسم زيه زي الظهر زي قسم العظم والأعصاب والأطفال، بس هنا في مصر وفي الدول العربية كثير
الناس مش عارفين وعي العلاج الطبيعي في صحة المرأة، وزي المشاكل الكتير اللي ممكن تحصل بسبب الولادة الكتير، ممكن زي سلس البول أو سقوط الرحم. ايوه بالاضافه لحضرتك الحوض عموما، يعني الناس بتيجي تشتكي على الولاده اللي هي بتبقى ما بتلحقش تمسك نفسها لما تخش الحمام، تيجي تضاف عضلات وتيجي تستنى الانحراف بالعمود، والولاده بتبتدي تبدا ممكن وهي بتضحك تلاقي ايه البول نزل فما بتلحقش، هي بتحصل مشكله يعني مش فاهمه، ده بيكون نتيجه ضعف لعضلات الحوض اللي بتبقى من تحت دي. فدكتور ربا بقى هي اللي مسؤوله عن الجزء ده. فعلاج الحاجات دي كلها علاج طبيعي، تمارين، بروتوكول نمشي عليها، نعزز مرونة الجسم ونقوي العضلات عشان ترجع. محتاج وقت قد ايه العلاجات دي؟ ممكن حسب الحال، ممكن من شهر لشهرين حسب طبيعة كل جسم، يعني حسب كل العضلة بتاعت الشخص نفسه. وفي ناس اصلا جسمهم يكون رياضي قبل الحمل، فالكومبليكيشنز بعد الولادة تكون اقل من الناس السيدنتري اللي حياتهم عادية اصلا. تمام. وبرضه في حمل البيبي برضه هم بيشيلوا الطفل عموما على اللي حضرتك بتقولي من شويه، بيشيلوا الطفل عموما على ان هي هجمين او بيبقى جزء واحد اللي بيشيل عليه، فهي الوقت ما شيل الطفل كده فوزن الطفل بدل ما يكون تحت هي بتبقى عامله كده على طول، فبيحصل صربان يعوج في العمود الفقري ومشاكل في الرئه. كبيره على فكره في التدريبات و طيب العلاج الطبيعي بقى اللي بتقول يعني ده بغض النظر عن ولاده او مش ولاده، هل بينفع للي فوق ال 50؟ ايوه اه في ناس لا يعني طب برضو اللي فوق ال 50 عضلات الحوض بتضعف نفس القصه. فهل العلاج الطبيعي يعني العلاج في بنات اصلا يكون عندهم يعالج بقى في صدى الظهر يعني؟ في ناس كتير اصلا يكون عندهم مشاكل في عضلات الحوض، مش شرط اكثر من 50، في بنات صغيره عندهم 20 سنه 25 سنه عندهم مشاكل في عضلات الحوض بيعانوا من دي المشاكل اصلا. تمام بس هي ستيل صغيره ففي العموم عضلات انما اللي فوق ال 50 او اللي فوق ال 60 كمان لا في وظيفه للعضلات ضعيفه، العضلات حتى ممكن تضعف في اطفال مثلا بيبتدوا عمرهم بيرجعوا نفسهم لحد 7 8 سنين و10 سنين، ده ممكن برضه تيجي ضعف العضلات، فضعف العضلات وظيفه بقى في سن صغير متوسط كبير هو السبب عندي ضعف العضل، فانا عايز اقوي ده. والعلاج ما يكونش تمارين بس، في اجهزه تنبيه عضلي تنبيه الاعصاب يعني اجهزه كهربائيه اللي تنبه العضل. نسبه نجاحها قد ايه؟ لا في يعني بتنفع. هلا الرياضه بشكل عام للكبير والصغير واحد، كيف طريقه تحريك العضله، استفاده العضله حتى لو بداتي متاخر، حتى لو بداتي متاخر انت بتحكي عن عضلات مثلا الحوض. هلا في مثلا احنا ماشيين بتقنيه جديده اسمها بيلاتس، التمارين هاي البيلاتس بنستهدف منطقه الحوض الكور كامله، بنشتغل على عضلات الرحم والظهر في آن واحد، بتقوم العمود الفقري وبتشد عضلات الرحم وبتساعد على انضمام العضلات المستقلة للبطن بسبب الحمل والولادة، بتفصل العضلات الأمامية بصير انفصال للعضلات البطن، فبتضعف السباين العمود الفقري الخلفي، فلهذا السبب احنا بنشتغل بالبلاكس على عمود الفقري كامل في منطقة الكور كامل وبتعامل مع أجهزة. أنا بستخدم كل الأمور هاي بالنسبة للشغلات الرياضية. ومشاكل الإنتاك المزمن كمان، في ناس طول عمرهم عايشين في مشاكل الإنتاك المزمن بسبب الأمعاء الكسلة وعايشين معاه وخلاص فاكرين في علاج طبيعي ليها دكتورة ربع؟ طبعا في برنامج يقعد قد ايه؟ والدكتور بيشخص على حسب أيوة. كل حاله يعني بتجيب نتيجه المتوسط بيبقى مثلا كام جلسه جلسات 12 جلسه بتجيب نتائج هاي جدا. شكرا على الدكتور. الدكتور احمد كان بيتكلم عنها والمفاصل والكرامبات والحاجات دي، هل الكولاجين او الكولاجين البقري الجيلاتين البقري مفيد في القصه دي فعلا؟ ده احنا بنغذي في المفاصل كده كده، كل مفصل يعني هي تعنتين مع بعض، ربنا خالق فيهم سائل زلالي عشان خاطر يسهل الحركه. فمع الوقت ومع السن وقله الرياضه المفصل ده السائل اللي فيه بدا يقل، فيبدا الاحتكاك يزيد، فيحصل نتوءات زياده اللي هو بيسبب الكشنه في المفصل. تمام. احنا دلوقتي بنشتغل على السبب نفسه، لو انا وزني زياده بيقل، العضلات ضعيفه بقويها، وعايز اغذي من جوه بقى المفصل، يا اما اغذي التابلت او فوار كولاجين برضه، يا اما بحقن ده هو المفصل. يعني التابلتس او المأكولات، لانه يعني مثلا في كتير وصفات دلوقتي انه تقدر تعمل حاجات زي دي في البيت بالنشائين البقري. هي القصه مش حاجه واحده يعني، وفيتامين سي ومش عارف ايه وفيتامين سي وكركمين بالظبط. بس انا دلوقتي مركزتش في ده،
وانا وزن زياده طبعا السبب مرغوب يبقى الوزن زياده يقل العضله ضعيفه تقوى والكولاجين ناقص اعوضه حتى لو مش هيصلح اللي بايظ احافظ على كفاءه الموضوع. ايوه يعني لهم معنى فعلا. طبعا وقلل اللي هو البروبيشن بتاع المرض اللي هو المرض ما يزيدش ما يتطورش بسرعه. لا انا مثلا بدل ما هو يبوظ معايا في سنتين اخليه 5 سنين بدل 5 اخليه 10 بس عالج الدايره كلها مع بعض ما امسكش في حاجه واحده اقول مثلا انا جربت الكولاجين ما جابش نتيجه طب ما انت سايب العوامل الثانيه. هي سبب الاسباب الرئيسيه لو في سبب رئيسي ان انا اعالج السبب مش العرض نفسه. سؤال للدكتوره بالنسبه للاصابع يعني ايه اسبابها وايه الاصابع دي؟ يعني صراحه انا عندي الصداع ده مش عارفه فيه عند ما بين المفصلين هما مفصل الدكتور يعني فبيقول لي خشونه. ممكن يكون مشكله في الوتر نفسه ممكن يكون مشكله في المفصل. المفصل انا تيجي الاستخدام بتستخدم الصبع ده كتير حاصل عليه اوفر لود فالاحتكاك بين العظم والعظم عمال يزيد فبدا يحصل نتوءات زياده فيه. اول حاجه بنقلل الحمل عليه ان انا اقلل استخدامي شويه بعد كده بنستخدم التقنيات زي الكوت يبدا نلزق عليه حاجه كده ان هي بتقلل وهي بترفع الجلد لفوق فتقلل الضغط على يعني ده عشان امنع الحركه بس لكن اقل وبعد كده بقى اول عضلات عشان العضلات تقدر تشيل الحمل اللي هي مش متعوده عليه بتيجي اكتر ان يرجع التليفون واللابتوب والكمبيوتر مش تنميل هي يا دكتور انا طبعا عندي مشكله عندي بنشوف على خطر الدكتور هي يد واحده اليد الثانيه لا درت صوره على العظام ما عندي شيء في العظام بس كانها تعبانات تنميل هو بيكون اختناق في العصب اللي معدي هنا لا حضرتك اللي المفروض يكون في تنميل في ما فيش انا حاجات انا عندي التهاب في الاعصاب الطرفيه تمام يا اما عندي اختناق في العصب بتاع الايد بس يا اما مشكله من الرقبه مستمعه في الايد صحيح فالتشخيص السليم انا حاطط ايدي على المشكله العلاج سهل بس حط ايدي على المشكله معلش خلينا واحنا بالموضوع قبل ما نطلع لموضوع اخر هو موضوع الكولاجين هو فاضل سؤالين حضرتك ودكتوره ميادة وحنينه قبل ما ننهي قبل ما نطلع للموضوع بتاع الكولاجين يعني عشان اعطي تجربتي انا الشخصيه هلا انا عندي خشونه بالركبه التنتي يعني رحت عملت معمار ورق الصوره وبين انه انا في عندي خشونه درجه كام انا بقابلك الخشونه درجه كام عشان اعرف انا لا انا ما بعرف درجه كام عشان انا واحد يعني عشان حد بس خليني احكي لك انا اخذت الكولاجين بكل اشكاله حتى الانبولات كانت تجيني من امريكا واشربها تمام ما حسيتش في اي تغيير بعدين صرت اعمل شوربه العظم اكسر العظم البقري و11 ساعة أغلي وبعدين أصفي أنا هسه بالفريزر عندي مكعبات زي مكعبات الثلج المادة الدهن هذا بنجمده بنقيمه بضل زي الصمغ تحت زي الجلو زي الجلو كل يوم باخذ مكعبين بصحن شوربة يومي الحمد لله الآن بصلي وأنا جالسة وبمشي وبتحرك وبطلع درج وبنزل درج ولا في أي ألم أنا بقالي على هذا المعدل 6 شهور ست شهور ولا يوم إلا باخذ الكولاجين بس برضو ده لازم نحافظ على قوة العضلات اللي هي عضلات حول الوزن أول شيء نزل وزني شوف هو الوزن نزل هي برضو مسك العامل الوزن ما هو الكولاجين بس لا لكن يكون نزل وزن لا دكتور هاي تجربة نفسي أنا بنصح فيها الكل يعني أيوة حلو كمان في شغلة السؤال الأخير دكتورة ميادة الدنكالي يا جماعه عشان احنا بنتاخر وبعدين العشاء بتاخر والناس بتزعل احنا لنا وقت محدد لا لو يعني كونسيستنت هم قاعدين بره انا عاوز هم على طول معانا اخر سؤال احنا هننزلها على اليوتيوب يا جماعه كل ده متسجل هم موجودين على اليوتيوب اتفضلي يا دكتوره ميادة اخر سؤال اتفضلي هو مش سؤال بس عصير وين اشكر الدكتور انس ودكتوره رابعه على المعلومات القيمه والعلميه الصراحه وكل مره بنستفيد منهم كثير سؤالي الدكتوره رابعه هو طبعا انت اخترتي مجال جدا مميز وحلو وفعلا النساء بحاجه الى هذا الشيء حيحتاج منك توعيه كثيره وتثقيف لانه فعلا زي ما ذكرتي انه مشكل النساء اللي يعرفوا انه التمارين الرياضيه او العلاج الطبيعي او الاجهزه في العلاج الطبيعي ممكن تكون هي الحل لمشاكلهم وليست العقاقير وليست الابر وليست العلاج الطبيعي واهم مشكلتين زي ما ذكرت هي سلس البول وسقوط الرحم او كمان انقلاب الرحم سؤالي هل عندكم تمارين او اجهزه خاصه بعلاج انقلاب الرحم الريتروفيرتد يوترس تعديل وضعه وده جدا ممتاز لانه مش متوفر على
دكتورة ميادة دكتورة أمراض هم عارفيني والشيء الثاني علاج الأساس المولي أو تقوية عضلات الحوض، هل موجود جهاز الإمسلة شير؟ الكرسي إمسلة شير؟ لا، في جهاز البايو فيدباك اللي بنعمله مع التمارين او من قبل التمارين بعدين في الليزر في اوكي في بعد البايو فيدباك وبعد الليزر الان في جهاز كرسي بيعالج بالكهرومغناطيك ريزونانس المريضه بتجلس عليه وتبعد اي حاجه كهربائيه او دباديس من شعره او ذهب او شيء ونص ساعه وتقرأ جريدة ولا تعمل شيء طبعاً بغرفة خاصة يعمل 30,000 دبذبة لعضلات الحوض فيعمل تقوية عضلات الحوض وهي جالسة بالتمرين ده نص ساعة لمدة 6 شهور بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع في جهاز فيكار برضو والنتائج ممتازة الجهاز هذا اللي هو الكرسي الجديد وآخر شيء أجيبه أنا بعطيك الآن موقع بس ما له اثر جانبي امسله شير اسمه امسله شير ما له اثر جانبي اخرى لا لا ما لهش اثار جانبيه ولكن لا يستخدم طبعا عند الناس اللي ممكن تنتقل لهم الكهرومغناطيك زي اللي مركبين صمامات القلب زي اللي حاطين سيخ او حاجه زي كده شكرا في نهايه هذا اللقاء نشكركم جميعا ونحييكم والسلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام اهلا وسهلا نسجل بقى عشان نبيع محمد المحاسب والمصرفي الخارج خالد شواني المصرفي الشهير والشخصية المحترمة جدا رحب بيكم أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة ونورت الدنيا كلها رحب بالدكتورة سمية كيوان رئيس التحرير أستاذة آية معتز مقر لجنة الإعلام الأستاذة وداد الجرالة نائب رئيس لجنة التحكيم وعضو الهيئة العليا من الأردن وحبيب الأستاذة نعيمة أمين من فرنسا النساء المهجر الرائدات ومن أصول مغربية منورين الدنيا أستاذة وداد أهلا وسهلا مساء الخير أحبكم جميعا أستاذة مباركة عدالة من رائدات العظيمات في ليبيا وابنتها العزيزة أهلا وسهلا دكتورة ابتسام بن عامر رائدة ومنسق عام الشبكة في ليبيا هذا الأستاذة أسماء غنائي هذا الأستاذة مريومة علي أرحوم أهلا وسهلا أستاذ المستشار محمد المظلومي رحب بحضرتك نورت الدنيا وزوجته الأستاذة خلود محمود سعد الظاهر من الرائدات من المملكة الأردنية الهاشمية منورين الدنيا رحب بالدكتورة هالة إبراهيم سكر الأمين العام المساعد لشبكة علم المرأة وأحد القيادات التاريخية للشبكة أهلا وسهلا ويلكم الاتحاد الإعلاميين العرب أستاذة دنيا أستاذة سامية علي أستاذة سامية علي الصحفية أستاذة سامية علي المستشار الصحفي لشبكة علام المرأة العربية دكتورة سحر أنا قيادية والشاعرة ومنورة نروح بقى اهلا وسهلا جناح اليمن الحبيب اليمن السعيد اليمن الغالي الرائده الاستاذه امنه محسن العبد الرائده العظيمه ورئيس اتحاد نساء اليمن ابين والأمين العام المساعد للشبكة 3 دورات ومن القيادات التاريخية وهي الآن كبيرة المستشارين لشبكة إعلام المرأة العربية وأحد رموز اليمن الأستاذة الدكتورة ميادة الدينكلي مستشار الشبكة للشؤون الصحية الأمين العام المرصد العربي الأخلاق الرائدة في العلم والعمل والأخلاق وكل شيء والصورة الحضارية والتي تشرفت بزمالتها على المنصة أمس فأعطتني قوة وطاقة كبيرة جدا
هتطيبك القلب النقية. أحد قيادات الشبكة من سنوات طويلة الأستاذة عديلة خضر، رائدة معنا في الجزء السابع، الأمين العام لاتحاد نساء اليمن أبين، وأمها الروحية الأستاذة طبعا أمنة، وشقيقتها الأستاذة وفاء خضر المحامية البارزة والشخصية القانونية المحترمة اللي لها صولات وجولات داخل اليمن وخارجه، لكنهم هم متواضعين طيبين ما بيحبوش الكلام عن نفسهم، بتركوا أعمالهم تتكلم عنهم. والأستاذة سليمة صديقتهم نورانا اتحاد نساء اليمن ونورانا، هكذا اليمن الحبيب يمرض ولا يموت ولن يموت أبدا إن شاء الله. دكتور دكتور نرحب بالموسيقار الجميل الأستاذ الشريعي، أهلا وسهلا، والمطرب الأستاذ محمد عارف، نور الدنيا كلها، الله يخليك، أهلا وسهلا، السلام عليكم، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، رحب بأسرة معالي المستشار الجليل مؤمن العفيلي المستشار القانوني للشبكة. طبعا قيادة تاريخية، قيادة البارز في شبكة إعلام المرأة العربية، سيادة اللواء أركان حرب محسن حلمي أحمد، هذا الدرع من الوطنية للتنمية والسلام. ممكن نعمله هدية تحويلية؟ ممكن طبعا طبعا، تشرفنا ندي لحضرتك هذا الدرع، نتشرف جدا جدا، هدية تحويلية جدا جدا. معايا انا دكتور صباح، دكتور معايا توفيق دايما، مزيد من نجاح يا رب، شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. الدكتورة يسر الجميلة من قبلة ليبيا الحبيبة، ووالدتها المحامية البارزة والمستشارة القانونية الرائدة الأستاذة حنان الدعيف، نورتينا جدا جدا، الله يخليك. نرحب باستشاري العلاج الطبيعي الشهير الدكتور احمد عنس، رئيس الجهاز الطبي في نادي طلائع الجيش العريق، بالصحفي في جريده الوفد وعضو القبض الصحفيين محمد معتز المقرر عام لجنه الاعلام، والدكتوره ربعه بازرعه هي يمنيه ومتخصصه في الطب العلاج الطبيعي ومصريه ايضا. مصر واليمن حضرتان دائما يتلاقيان يعني. وضيف ضيوف دائمين علينا ويشرفنا جدا جدا. الاستاذ جلال الشريعي نحييك، عازف العود المعروف. فلنستمع جميعا. صوت بقى، الصوت يا جماعة، رامي رامي Thank you.
شبكنا خلصنا واللي شبكنا